يو واتساب تو الموند، مرحبا بكم نسى كل صدركم and welcome to another video guys. مرحبا بكم في فيديو جديد كالعادة. This video is brought to you by FNAC. بالجيمينج بالموزيكا من برشا حاجات أخرى باش تكون ديجي لكم انتوما. نقول لكم شنو فما دي برودوي جدد يوم هذا بكم تشريو وبيان سور different prices، يعني كلكو سمن حاجة ترخيصة لحاجة غالية. تو كالعادة من غير ما نطول عليكم، أول حاجة نبدأ به هي الجيمينج. شنو اخترت لكم اقتايع جيمينج اللي باش تعاونكم بليز وما في شوا متاعكم ولا أي حاجة كنتوا تلوجوا عليها باش تلقاوها في الفناك. خلينا نبداو بالقطعات المهمة بالنسبة للبي سي جيمر اللي هما الكلافيي والكاسك. المرة ذي اخترت لكم حاجة من عند ريزر اللي هي السينوزا إليت كيبورد، هذا اللي هو ار جي بي وفي برشا دي توج بروغرامابل سولون لي ماكرو سولون الجيم بلاي اللي انت تلعب فيه، يعني كلك سوا في فالورنت ولا وورد اوف كرافت ولا اي جيت نفس تستعمل فيه ماكروات تستحق كيبورد كيف هكا. وان اوف ماي فيفوريت هيدسيت اللي هو الكراكن الريزر كراكن، عندي برشا كاسكوات ديجا ريزر كراكن في الدار، مستعرف كان بالكراكن بالرسمي، حاجه مانيفيك في الصوت مع الكارت سون تاعو اللي هي تي هاش اكس في الكونترول دو فوليوم، في برشا اوبسيونات اخرى موجوده اون دو كولور البلاك والجرين، والاهم من هذا الكل انه كومباتيبل سور بي سي PS4 الاكس بوكس نينتندو سويتش بيان سور سمارت فون. هو الكاسك في حد ذاته بري جاك، لكن مع الكارت سون اللي فيه كيما الادابتاتور يو اس بي، هذاك علاش بريزاك نجم تبرانشيه على السمارت فون نتاعك. العباد المغرومه باللي كونسول بورتابل، اعز كونسول نصورها بورتابل تو موجوده على المارشي اللي هي النينتندو سويتش. فما باك عالمي على الاخر عملته الفناك في النينتندو سويتش، هو انه لا كونسول في حد ذاتها اللي ديجا يجي معاها استاسيون نتاعها اللي تتبرانشها بالتلفزه ومعاها اي كومبري مانيت. مع البوكس هذايا شنو تزيد تاخو اخر؟ تزيد تاخو كاش للنينتندو سويتش نتاعك، بيان سور في كيو بورتابل باش ديبلاسي بها البرشا كلكو سوا باش تلعب في وسط الكهرباء، خبيها على الغبره ولا على اي اكسيدون ينجم يصير، دوكو معاها الكاش نتاعها. اي اون بليس دو سا معاها 3 جيمز، الجيمز هذوما هما سبورتس بارتي، جير كلوب و رايمان ليجندز. الجو هذايا عالمية على الاخر، وإذا كان شريتو الباك هذايا ما تنساوش تهبطوا جو هيدس عالمية. تنجمو تاخذوا معاها حتى الفولون اللي تبرانشيو فيه المانيتات نتاع النينتندو سويتش. هذا بيان سور مش تابع خاطر سرقتها من الفناك وهم في بالهمش، فضلك عليكم تشد عليك. كوت كور تيار على الاخر بالنسبه لي انا هي مانيت كومباتيبل على نينتندو سويتش، لكن مش اي مانيت اللي هي نتاع زلدا، حاجه مانيفيك مزيانه مزيانه على الاخر لا كلاس، ياسر عجبتني ليميتد اديشن نتاع زلدا. المانيت هذيا حاجه مانيفيك على الاخر، برجو ليا باش ناخذها فناك هذي خذيتها سمي. كانك مغروم زادا باللي جو ريترو بالاركاد بالبوكيت بلاير اون جينيرال، فما القطعه هذي اللي اسمها ديجا بوكيت بلاير موجوده فيها بليزيور جو بالنسبه للصغيرات، اذا كان مش تعرف تشري جو صغيره كيف الجيم بوي قبل فما لا كونسول هذيا، فما دي بوكيت بلاير فيهم دي جو كيما الدوده وكيما سوبر ماريو القديمه وكيما برشا حاجات حاسيلو حاجات مانيفيك على الاخر، فيما كيما باكمان فيها باكمان فوالا وبرشا جوات نتاع فايتنج وكذا كلهم متوفرين في اسوام معقوله على الاخر. سو هاكا عندكم ديفيرون تيب دو جو، واذا كانك من المزهرين اللي كيفي انا اللي عندك بلاي ستيشن 5 ديجا في الدار، فما لي زاكسيسوار تاع البي اس 5 الكل. اول حاجه اللي هي الاتش دي كاميرا نتاع بي اس 5، اذا كانك ستريمر تحب تستريمي على الكونسول نتاعك ولا تريكوردي دي جيم بلاي كانك كونتنت كريتور ولا باش تلعب مع اصحابك بالويب كام ولا غيره. سو لي بيريفيريك كل موجودين، فما البلاي ستيشن كاميرا وفما زيد الكاسك اوفيسيال اللي هو بولس 3 دي نتاع البي اس 5، كاسك مشكور على الاخر من عند الناس الكل بالرسمي، كواليتي طياره على الاخر وكومباتيبل على البي اس 5 اوف كورس كلكو سوا ديزاين ولا برشا حاجات اخرى. برشا دي اكسسوار زاد موجودين عند الفناك كيما لامانيت تاع البي اس 5، لكن بلاي ستيشن 5 مازال ما نعرفوش وقت تجي، ريبسور دو سوك بارتو في العالم. هو تكنيكمون هذه اقوى كونسول موجوده في العالم، لا اكس بوكس سيريز اكس مرزانه موجوده تو ديسبونيبل على عند الفناك، فما راهو ليميتد كونتيتي على الاخر، ليميتد كونتيتي ذيس از فرنجلش جايز، تو كونتيتي ليميتي على الاخر موجوده الاكس بوكس سيريز اكس، الاس هذولي مازالت ما جاتش، لكن فما كونتيتي ليميتي على الاخر تنجم تاخذ الكعبه هذه، وفما كعبات اخرين زاد موجودين في البلاس. سو فما لي زاكسيسوار زاد نتاعها الكل، وفما حتى لي جو نتاع الاكس بوكس 1 سيريز اكس، هذايا باش ناخذها. واذا كانك تلوج حتى على دي زاكسيسوار ولا تلوج على حاجة تنجم تكون كومباتيبل على البي اس 5 نتاعك، فما القطعه هذه كونيكس اللي هو الكاسك ديجا ديزاين نتاعو مزيان برشا وخارج على الكولور نتاع البي اس 5، مع حتى السيليكون سكين تنجم تحطها على المانيت نتاعك، سكين زاده كيف كيف خارج على التيم نتاع كونيكس، حاجه بيضه ومزيانه على الاخر، مع حتى على الثامب جريبس كانك تحب تبدلها، ومعها الشارجن كيبل زاده كيف كيف، كلها كومباتيبل سيغ بي اس 5 ورخيصه على الاخر اذا كانك ما تنجمش تشري البولس 3 دي والا المانيت اوفيسيال تاع البي اس 5 اللي هي بلوز او موان غاليه، تنجم تشري حاجات كيف هناك دي
اكسسوار ينجم يعاونوك اليوم ميم طون ما تقعدش معوق من غير كاسكو ولا حتى شيء. الكود كور نتاعي واللي حاجه ننصحكم بها على الاخر اللي هو القطعه هذيا سامسونج الاس اس دي، يعني القطعه هذيا اس اس دي 500 جيجا بايت تمشي على الويندوز على الماك وعلى الاندرويد، يعني عباره على ديسك دور اكسترن عباره كيكا بالكابل نتاعو لكن اون اس اس دي فيتيس دو ترانسفير سوبر رابيد، معناتها نحكيو على كابل يو اس بي 3.1. لهنا نتصور القطعه هذه تصلح على الاخر اللي فيلم ميكر اللي يحبوا يترانسفيريو الفوتج نتاعهم بطريقه سريعه جدا كلكسو على لابتوب ولا على الماك ولا حتى على تليفوناتهم. العباد اللي تستعمل برشا فوتج وماذا بها سو دي بلاس ولا تحب ترانسفيري حاجه فيت في العبد، يعني العباد اللي ديما الاكثريه اون ديبلاسمون حتى لي جرافيك ديزاينر زيد على عندهم برشا خدمه الاديتورز وكل سو البورتابل اس اس دي دي تي 5 من عند سامسونج حاجه مزيانه على الاخر وتعاونكم في الخدمه نتاعكم في الوقت وفي الكواليتي. الصيف جاي يا جماعه والدنيا سخنت مش نورمال، لذا فهم برشا حاجات مزيانه تنجموا تاخذوها زيد من الفناك. الحاجه الاولى اللي هي الاكشن كام هذه اكس ايس 4K اللي فيها اللي بتبيع ووتر بروف واللي فيها واي فاي، كانك مغروم بالدايف تحت الماء ولا بالصيد ولا برشا حاجات. So it comes مع الاكسسوار نتاعها اللي موجودين كلك سوا تحب تلبسها كامر والخلع ولا تحطها فوق راسك ولا نتعداو الحاجة لوكس وحاجة مزيانة على الاخر اللي هي الدي جي اي اوزمو 4 اللي هي على باس ستابيليزاتور مجعولة اللي سمارت فون تخليك تاخو برشا فوتج مزيان وستابيليزي على الاخر مهما كان رزن التليفون نتاعك، نحكيو كلك سوا ايفون سامسونج ولا مهما كان كبر التليفون، الاوزمو 4 كابابل انه باش يهزلك الويت نتاع تليفونك ويعمل دي موفمون ياسر الطياره. في حتى دي زوبسيون نجم ياخذ لك الوايد انجل، نجم ياخذ لك تصويره وحده، نجم حتى يتراكي لك لي موفمون، جوست لازمك تهبط الابليكاسيون نتاعو نتاع دي جي اي كلك سوا على الاب ستور ولا على جوجل بلاي. بالرسمي هذه كود كور وكيف كيف هذه باش ناخذها فناك. مؤخرا برشا فيكم برشا 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 بعثوا لي مساجات منين نجم نشري دي اكسسوار بلوز او موان مش غاليين ويساعدوني كيفاش باش نبدا يوتيوب، كلك سوا من ميكرو من ويب كام من كاسك من كلافيي سوري بي سي وغيره وغيره، لكن ذا ساوند از مور امبورتانت ذان ذا ايمج، يعني إذا كنت تنفستي في الصوت نتاعك حاجة مهمة على الأخر، لذا ننصحكم بالوايت شارك هذايا بالميكرو معاه ستاند نتاعو معاه البوب أنتي فلتر، يعني أكسسوار كامل يصلح للبودكاست للستريمينغ باش تريكوردي الجيم بلايات ولا حتى للغناء كانك فنان وصوتك معناتها مزيان على الأخر كيما قاعدين تسمعوا. الوايت شارك هذايا هو لو ميكرو إيديال باش تنجم تو ديبيوت الكارير نتاعك. سو حاجه مزيان على الاخر كيما كنت نحكي لكم، فيه ستاند نتاعو فيه البوب انتي فلتر ومعه الميكرو بيان سور. ساوند از سرفايفل. جي بي ال قاعده تنفستي في الجيمنج شباب، عملت بافلويت ياسر مزيانين ياسر طياره اون ار جي بي ساوند 3 دي بلوتوث وايرلس في تكنولوجي دولبي اوديو، يعني حاجه ديدي على الاخر بولي جيمر كلك سوا في الفينيس نتاع الصوت والكلاريتي نتاع الصوت كلك سوا في الديزاين، يعني حاجه مزيان على الاخر كان تحب تزين بها الجيمنج روم تاعك تختار الكولور اللي انت تحب عليه. سو يو كان هاف This baby. توا باش نتعداو للروبريك ولا ديزون المقطع المفضل نتاعي اللي يحكي على الصون. اخترت لكم مرة هذه برشا حاجات مزيانة. الحاجة الأولانية هي القطعة هذه اللي اسمها بيلكين. كي تغزر لها تحقرها تقول شنو هذايا؟ شنو اختار عظمة؟ شفاه هذايا؟ هذايا سيدك بن سيدك بالرسمي أم امبريست بالحاجات اللي تنجم تعملها. دو أن هذايا سمارت أسيستنت، يعني جوجل هوم، يعني اللي تراه فيه الكل تنجم تحكي معاها، تنجم تعمل معاها دي كوموند، كلكو سوا على التلفزة نتاعك ولا أي قطعة عندك سمارت في الدار. ميزابار اللي هذايا جوجل أسيستنت، زادة يمشيو بافلويت، مش أي بافلويت على خاطر الأكوستيك نتاعها باي. ديفيالي تعرف واش معناتها ديفيالي؟ عملنا دو ريفيوز على ديفيالي، واحد ديفيالي جولد فانتوم وديفيالي ميني الاخر صغير بالرسمي حاجه رعب. وفوق من هذا الكل شنو هي الفاتشات هذه؟ هي وايرلس تشارجر تنجم تحط عليها التليفون نتاعك والليسننج تو ميوزك والا تعدي في الليزوردر على جوجل اسيستنت نتاعك، فيها دي كنترول من فوق تنجم تلينكي بالبلوتوث وبرشا برشا فيتشرز اخرين. بالرسمي ام ان لاف وذ ذيس قطعه. كانك مغروم باللي ديسك فينيل تنجم تشري القطعة هذه اللي تمشي بلوتوث يو اس بي ولا حتى بريز جاك، تنجم حتى تشري لي ديسك فينيل اللي ديجا موجودين في الفناك. انا خذيت واحد نتاع ميتاليكا حاجة مانيفيك على الاخر طيارة تنجم تسمع الفن فيها صوت قوي كواليتي مزيانة على الاخر. سو انا هذا نصورو غرام ونصورو زاد كود كور للعباد المغرومة بالحاجات القديمة لكن او ميم طون تحب الكارد لا نوفيل تكنولوجي. سو قطعة مزيانة على الاخر كيس موهرة وكلاس حتى كي باش تحطها في الصالون في اي بلاصة مزيانة على الاخر. سو فوالا جايز هنا وصلنا اخر فيديو.
الفيديو قولوا لي في الكومنتات شنو رايكم على شنو القطايع ولا شنو السيليكسيون اللي تحبوني ناخذها ولا نعملها الشهر الجاي. قولوا لي في الكومنتات شنو القطايع شنو الحاجات اللي تحبوها تجي للفناك حاجات بالرشم تستحقوهم. انا بيرسونيلمون جي بروبوزي انهم يجيبوا حاجات كيف النانوليف. النانوليف مزيانين على الاخر، صحيح غاليين شويه لكن مزيانين على الاخر للجيمينغ روم ولا جيمينغ هاوس ولا الديكور بصفه عامه، حاجه مانيفيك وطيار على الاخر. كان توافقوني الراي حطوا لي في الكومنتات، فرقعوا لايك باتون وسبسكرايب باتون جاي، تنسوش تعملوا طلع على السيت اوفيسيال نتاع الفناك وعلى الباج اوفيسيال نتاع الفناك والانستغرام نتاع الفناك والانستغرام تاعي انا زيد، تعملوا طلع على هذا من الكل. فما الجيفوي راه مازال ما فيهش يا جماعه، الجيفوي باش تشارك فيه ساهل على الاخر. التصوير اللي قاعد ترا فيها تو تلقاو اللينك زيد كيف في الديسكريبشن، تلايك التصوير هذيك، تفولويني انا وتفولوي الكونت الفناك. مازالوا كيلكو جور هكاهو يا جماعه باش نعلنوا على الربح، البوندا شام 100000 والكاسك السوري والباك نتاع وايت شارك. See you guys, thanks a lot for your support, subscribe and see you guys in the next video. Bye bye.